1 2 ليه يا باكينام بتضحكي ضحكة عالية قدام صاحبة هشام ليه يا باكينام دي هند قاعدة في حالها عكننتي انتي بالها ليه يا باكينام ليه يا باكينام ليه يا باكينام هند بصيت يمين وشمال Like, oh my God, هما مع بعض ولا إيه؟ الحقيقة إن هشام لما راح الحمام باكينام عزت الرخم ففكرت طب تمام استخبت ورا الجوز بار عشان تخلق ما بينهم نار طبعا هند شكت في نفسها وفي الحوار كنت فين يا هشام يا بيبي في الحمام يا سلام يا سلام عملت خناقة خطيرة You don't love me anymore, you don't love me, you change انت هدوش انا قلت كبيرة؟ هو انت شايفني تخينة؟ لا يكونش عاجبك قصة شعري او ما يكونش عاجبك قصة شعري Oh my gosh, I look as a shawty. They even think I look like Miley. They even think I look like Miley. Miley Cyrus, ask around. هو داعشين شعري مش أصفر ولا عشان منوكيري الأحمر أشر قولي ما تقولي يا هشام وبعد الفيلم الهندي ده اللي عشته وعيشته لهشام شيزوفرينيا دي ولا إيه الكلام قلت إيه هشام we're over جريت عالباب وقفت ستي كاب ولا هي ما تعرفوش ان اصلا هشام ما خدش باله ولا شاب باكينام ولا شاب باكينام طب ليه باكينام كده احسن كده بابا